وجه وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي بضرورة الإسراع في الانتهاء من الدراسات المطلوبة لتطوير شركة الحديد والصلب المصرية والبدء في الخطوات التنفيذية في أقرب وقت ممكن. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بسفير روسيا بالقاهرة سيرجي كبرتشينكو والوفد المرافق له، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها. كما عقد الوزير اجتماعا مع وفد إحدى كبريات الشركات الروسية لبحث إمكانية التعاون في تطوير شركة الحديد والصلب، حيث قدم الوفد تصورا بشأن خطة التطوير، وذلك في إطار تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الروسية في مصر.